والسلام على أشرف المرسلين وبعد. أهلا بكم أخوان الطلاب أخوات الطالبات في المحاضرة رقم 19 من مادة مبادئ التسويق. بنستأنف مع بعض الفصل 17. كان فضل معنا جزء بسيط كان بيتكلم على تنشيط المبيعات، وبعد كده بناخد إن شاء الله لاحقا الفصل 19 والأخير. بالنسبة للفصل 17 كان بيتكلم على الاتصالات التسويقية والترويج. كان بيتكلم على الاتصالات التسويقية والترويج، وعرفنا فيه ترويج باعتباره مجموعة الاتصالات التي يبيها المنتج بالمشترين المرتقبين بغرض تعريفهم بالسلع والخدمات واقناعهم بشرائها. قلنا فيه عدة عناصر للاتصال الترويجي. قلنا فيه المرسل وهو الشخص او المنشأة الموجهة للرسالة الترويجية، او الشخص اللي هو المنشأة اللي هم بيعلنوا او بيعملوا بروموشن عشان يوصلوا للمستهلك. وتكلمنا عن الرسالة، قلنا هي عبارة عن مجموعة الكلمات او الرموز او الصور او الارقام او الاشارات التي تعبر عن الفكرة التي يريد المرسل سواء كان منشأة او فرد توصيلها للجمهور المستهدف. قلنا الرسالة هي الكلام اللي انا بقوله، هو الكلام اللي بيظهر في الاعلان، هو الشكل اللي بيظهر في الاعلان، هو الصور اللي بتظهر في الاعلان، كلها تعبر عن الرسالة. وتكلمنا على الوسيلة، هي الوسيلة اللي من خلالها بوصل الرسالة بتاعتي او المعلن بيوصل الرسالة بتاعته للمستهلك. قلنا وسيلة الاتصال ديت ممكن تبقى اعلان او مطبوعات او بريد مباشر او تنشيط مبيعات والاخره. قلنا كمان اتكلمنا على المستقبل وهو الجمهور المستهدف المقصود بالرسالة الترويجية، وده الجمهور اللي بستهدفه او المستهلكين اللي بستهدفهم بالاعلان بتاع البروموشن بتاعي. اتكلمنا بعد كده على الاستجابة والتغذية المرتدة، قلنا هي مجموعة ردود الافعال الصادرة من الجمهور المستهدف، رد فعل الجمهور تجاه الاعلان او تجاه البروموشن، هل بيستجيب هل لا يستجيب، هل في عنده ما زال الرسالة ما وصلتش دي كاملة بشكل مفهوم ولا اخره. دوت بيعبر عن الفيدباك او التغذية المرتدة او التغذية العكسية او رد فعل المستهلك تجاه الاعلان. اتكلمنا على الوسائل الترويجية، وتكلمنا تحديدا على الاعلان، قلنا هو اتصال غير شخصي مدفوع الثمن تقوم به المنشأة او المعلن بقصد تعريف الجمهور المستهدف بالسلع او الخدمات واقناعهم بشرائها. قلنا وظائف الاعلان هي التعريف بالمنتج والاقناع بشراء المنتج والتذكير بالمنتج. قلنا عوامل فعالية الاعلان عشان الاعلان يبقى اعلان فعال ويحقق الهدف المطلوب منه، في خصائص معينة لازم تبقى موجودة. الخاصية الاولى ان يلفت الاعلان نظر المستهلك. احنا قلنا في الحتة دي تحديدا ان المستهلك يتعرض لكم كبير من الاعلانات يوميا في كل الوسائل، فبالتالي مهم جدا ان تصميم الاعلان والاسلوب بتاعه والفكرة بتاعته تلفت نظر المستهلك، والا هيبقى الاعلان زيه زي غيره من الاعلانات وما لفتش الانتباه، وبالتالي ما نوصلش للهدف المطلوب منه. بعد كده نشمل الاعلان على اسباب مقنعة شراء المنتج، الا يشمل على العود يصعب تقديمها، كما ان الابداع والابتكار في مجال الاعلان مهم جدا جدا. وتكلمنا على موضوع الافكار الجديده يا جماعه، وقلنا الافكار الجديده مهمه جدا في الاعلان، وكلمه السر حقيقه في الاعلان هي الابداع حقيقه، زي ما كلمه السر في التسويق بشكل عام الابداع في الاعلان طبعا مهم جدا جدا. وبنلاحظ احنا احيانا كتير يا جماعه اعلانات تقليديه ما بتلفتش انتباه، واحيانا بنلاحظ عدد قليل من الاعلانات اللي فيها ابداع بشكل كبير حتى ان هذه الاعلانات تظل في الذاكره فتره طويله. العامل الاخير يتم تصميمه بناء على دراسه خصائص واحتياجات الجمهور المستهدف، ده شيء مهم جدا. قلنا احنا دايما اي تصرف او اي سلوك او اي استراتيجيه بنبنيها او اي خطه بنبنيها او اي عنصر من عناصر المزيج التسويقي بنبنيه يجب ان يرتكز على دراسه خصائص واحتياجات الجمهور المستهدف. فانا النهارده عايز اقنع المستهلك، انا عشان اقنع المستهلك من خلال بروموشن فعال وترويج فعال واعلان فعال مهم جدا اعرف شخصيه المستهلك ازاي وخصائصه ازاي بيفكر فيه وايه الحاجات اللي بتاثر فيه ولا اخره. فديت دايما الاعلانات المفروض الاعلانات اللي بتتم بشكل احترافي دايما يسبقها دراسه وافيه ومتعمقه لخصائص واحتياجات الجمهور المستهدف، ودوت بيبرز يا جماعه كمان فكره دور بحوث التسويق في مجال الاعلان تحديدا. بحوث التسويق هتلاحظوا ان ليها دور في كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي، وان كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي تبنى على معلومات. بعد كده اتكلمنا على مراحل التأثير النفسي للرسالة الإعلانية، قلنا في جذب الانتباه، قلنا في إثارة الاهتمام، وقلنا في خلق الرغبة وتحقيق الاقتناع ودفع المستهلك للتحرك للشراء. ديت مراحل تأثير نفسي، الإعلان بيعتمد على الجانب النفسي بشكل كبير، وبالتالي ديت تعتبر مراحل تدرج
من خلالها بنوصل لقناعه او بنبني قناعه للمستهلك او بنقنعه بالمنتج بتاعنا. اول مرحله كنا بنتكلم عن جذب الانتباه، والمقصود بيها هنا يا جماعه ان احنا نصمم الاعلان بشكل معين او بحجم معين او بمساحه معينه، او نقدم فكره متميزه مختلفه بحيث نجذب انتباه المستهلك. هو النهارده المستهلك بيشوف اعلانات كتير، احنا عايزينه عند الاعلان بتاعنا تحديدا يتوقف. بعد جذب الانتباه اتكلمنا عن صلة الاهتمام، وقلنا في حاجات معينه مؤثرات بنستخدمها في الاعلان، الشكل واللون والصوت والاخره، عشان نثير اهتمام المستهلك ونعبر عن الفكره بشكل قوي، وبالتالي يبدا المستهلك يهتم بالوارد في الاعلان دوت. خلق الرغبه بقى دوت، ازاي نخلق الرغبه عند المستهلك في المنتج بقى. دوت بيرتكز على الدوافع الكامنه لدى الفرد، ونشوف بقى ايه الفكره اللي احنا هنقدمها في الاعلان، وايه المغريات اللي احنا هنركز عليها بالظبط. وطبعا دوت زي ما قلنا ما بيتمش بشكل عشوائي، بيتم بناء على دراسه محدده تماما، احتياجات المستهلك ايه وخصائص ايه، والمنتج بتاعي هيقدم له ايه، وايه اهم الخصائص في المنتج دوت. بعد كده تحقيق الاقتناع دوت، فكره التركيز بقى، هل التاثيرات عاطفيه او عقلانيه او الاثنين مع بعض. المنتجات يا جماعه بتختلف، في منتج والمستهلك بيختلف، في مستهلك ومنتجات بيتم اقناعه باستخدام مؤثرات عاطفيه، وفي منتجات لا، وفي منتجات وفي عملاء لا، لازم الاعلان يشتمل على اقناع عقلاني. عقلاني يعني تكلمني على المستهلك هيدفع كام ومش هيدفع كام، والمنافع اللي هيحصل عليها ايه بالظبط والاخره، ناحيه عقلانيه بحته. لكن لما تكلمنا عن تاثيرات عاطفيه، انت بتكلم عن مشاعر وعواطف والاخره. زي النهارده شركه السياحه لما تعلن عن برامج سياحيه بتركز غالبا على مؤثرات عاطفيه، واحيانا يا جماعه ممكن يبقى في مؤثرات عاطفيه وعقلانيه مع بعض. النهارده شركه التامين مثلا بتعمل بروموشن للنشاط بتاعها، فالاعلان بتاع الاعلانات بتاعتها بتركز على بعدين، بعد عقلاني بيوضح الاقتصاد بتاع التامين ومدى ملائمتها والاخره، وان المستهلك بيتم تقديم تسهيلات ليه والاخره. وفي نفس الوقت بتركز على بعد عاطفي برضه، النهارده لما تبرز مثلا حاجه الاسره وحاجه الاولاد لتامين مستقبلهم وكذا وكذا، فدي تتحدد حسب طبيعه المنتج وحسب طبيعه المستهلكين طبعا. ثم مهم ان الاعلان الشامل على دفع المستهلك التحرك نحو الشراء، ان احنا تحتوي رساله اعلانيه على حاجه تحس المستهلك انه ايه، يبادر بالشراء. فالنهارده ممكن تقول له في الاعلان بتكلم على اهميه الشراء الفوري، او ان في خصومات خلال فتره معينه، او بتوجهه انه يزور مكان معين او منفذ توزيع معين عشان يحصل على المنتج. دي بتبقى برضه مرحله مهمه. اتكلمنا بعد كده على الوسائل الاعلانيه يا جماعه، اتكلمنا على الصحف والطرق ووسائل النقل والاذاعه والتلفزيون والسينما والاخره. اتكلمنا على الصحف وقلنا هي الجرائد والمجلات طبعا، ميزتها انها بتوصل لعدد كبير من المستهلكين في مناطق جغرافيه عديده. في مرونه ان نغير الاعلانات بتاعتها، النهارده نزلت اعلان مثلا في مجله او صحيفه، يمكن بكره ان نغير الاعلان دوت. ولكن يعيب الصحف والمجلات ان هي بتنتهي بسرعه، يعني النهارده الاعلان نزل في جريده، النهارده هتبقى العمر الزمني للاعلان هيبقى يوم واحد بس. بعد كده اتكلمنا على الطرق ووسائل النقل، قلنا الوسيله دي تحديدا زادت اهميتها بشكل واضح نتيجه ازدحام الشوارع والطرقات والاخره، وبالتالي اصبح في امكانيه النهارده ان نعلن في الطريق، لان في عدد كبير من الناس موجودين في الطريق والعدد ساعات طويله. فبالتالي دوت بيتم من خلال تعليق لافتات، سواء كانت لافتات ثابته يا جماعه زي ما بنشوفها في كل مكان، او في شاشات زي شاشات التلفزيون بالظبط، ودي بتدي امكانيه برضو ان احنا الشركات تعلن بشكل متميز. طبعا بتفرق هنا المساحه والاشكال واللون واشكال اللوحات والوانها والمساحات والاخره، ومواقع وجود اللوحات ديت، في بالتاكيد مواقع استراتيجيه، وطبعا في وكالات دعايه واعلان هي تستاجر مواقع معينه من جهات رسميه، وتبدا تبيع المواقع ديت او اللوحات ديت تبيعها على الشركات والمؤسسات. اتكلمنا على الاذاعه، قلنا الاذاعه تكلفتها منخفضه مقارنه بالاعلان في التلفزيون، ولكن هي تعتمد على المؤسسات الصوتيه بشكل اساسي، ويعيبها عدم استخدام الصوره طبعا. التلفزيون طبعا من الوسائل الفعاله جدا، خاصه يا جماعه في المنتجات اللي هي بتخاطب عشرات الملايين من المستهلكين، فبالتالي التلفزيون منتشر. ايضا كمان اشرنا هنا ان التكنولوجيا الجديده في صناعه التلفزيون والال سي دي وشاشات البلازما والاخره بتمكن من يعني تقديم اعلانات متميزه وصور مجسمه للمنتجات، وبتبرز بصراحه اشكال جميله جدا. نشوف النهارده مثلا اعلان سياره مثلا، لما تشوفوا عن شاشه تلفزيون عاديه 20 بوصه، او لما نشوفها في شاشات ال سي دي الكبيره مثلا، تلاقي في فرق واضح يعني الشكل والتاثير والاخره. طبعا بيعيب التلفزيون التكلفه بتاعته عاليه جدا خاصه في اوقات معينه.
كلمني على السينما، تقول لي قلنا ان زي التلفزيون بتستخدم كمان مؤثرات مختلفه، وكبر حجم الشاشه برضو بيميز الاعلانات في السينما، ولكن هي زي ما قلنا النطاق محدود عندها. ليه؟ لان بتاثيرها فقط على الناس اللي في المحيط، المنطقه اللي موجوده فيها السينما، ما تبقاش السينما مش موجوده في كل مكان. الاعلان بالبريد المباشر يا جماعه، اللي هو استخدام الاعلان، استخدام البريد في ارسال الاعلانات على المنتجات، ودوت بيتطلب طبعا زي ما قلنا قاعده بيانات كبيره، والاعلان على شبكه الانترنت، على مواقع، على منتديات الى اخره. طبعا دلوقتي هو الاعلان اللي عليه اقبال كبير جدا جدا، سواء من المؤسسات او من الافراد، تكلفته بسيطه، بيصل الى عدد كبير من المستهلكين. وطبعا دوت هنشوفه بعد كده، حتى لما نتكلم على فصل التسويق المباشر هنتكلم في الموضوع دوت برضه، من الاساليب المتميزه التواصل المباشر مع العملاء من خلال الانترنت. وقال لي كمان الاعلان في مكان الشراء، اللي هو الاعلان على المنتجات، مكان بيعها، التسكيب المنتج، واستخدم الشاشات واللوحات المعلقه على الرفوف وغيرها من المسائل. اتكلمنا بعد كده على البيع الشخصي، قلنا هو وظيفه تقديم المنتج للمستهلك واقناعه بالشراء من خلال التواصل المباشر بين البائع والمستهلك. وذكرنا خطوات البيع الشخصي يا جماعه، البحث عن عملاء، التحضير، المقابله البيعيه، اتمام عمليه البيع، التسليم. وتكلمنا على تنشيط المبيعات، او يعني ما شرحناش تنشيط المبيعات، فاحنا دلوقتي في المحاضره دي بنشرحها بالتفصيل قبل ما ننتقل للفصل الثامن عشر. فتنشيط المبيعات يا جماعه معناها ايه؟ معناها استخدام وسائل وادوات متعدده لتنشيط الطلب على المنتجات التي تقدمها من شان العملاء المستهدفين. احنا بنشوف تنشيط مبيعات في اماكن كثيره جدا، بس يمكن ما كناش نعرف ان اسمها تنشيط مبيعات. يعني على سبيل المثال الكوبونات اللي بنلاقيها في المجلات او في الصحف والى اخره، اللي بتديني فرصه ان احصل على خصم والى اخره، او تخفيضات في السعر، سواء الكوبون بيبقى موجود منفصل موجود في مجله او جريده، او منفصل في ورقه لوحدها بتوزع في اي مكان في المحل نفسه خارج المحل. لكن هو الكوبون عباره عن شهاده تعطى للعميل، الحق تعطي العميل حق في الحصول على تخفيضات في الاسعار، او قيمه نقديه، او هديه، او عينه مجانيه، ايا كان يعني. فدي كلها بنسميها احنا كوبونات. طبعا يا جماعه ليه بنستخدم تنشيط مبيعات؟ بتيجي مواسم معينه بيبقى فيها الطلب منخفض لاي سبب من الاسباب، فبالتالي تنشيط المبيعات بتسعى الى اثاره وتنميه طلب المستهلك بشكل كبير جدا، خاصة في أوقات انخفاض الطلب. فبيكون ليها دور كبير جدا في تنشيط الطلب. مع الكوبونات عندنا المسابقات. المسابقات هي عبارة عن إيه؟ هي إن العميل بيشترك في مسابقة، النهاردة في مسابقة بيعلن عنها. والمسابقة دي قد تكون عبارة عن حل سؤال أو مشكلة معينة أو فكرة معينة أو مقترح وكذا وكذا، وبيبقى في مسابقة بين العملاء، بيتم سحب وبيتم تقديم جوائز والى اخره. فدي بتنشط طبعا، ودي منتشره جدا دلوقتي بشكل واضح. وان كان طبعا يا جماعه الحاجات دي كلها المصداقيه فيها مهمه جدا، المصداقيه فيها في منتهى الاهميه. لان النهارده مثلا وعدت العميل بجائزه معينه، لما يفاجئ العميل او ان الجائزه دي مش زي ما احنا اعلنا عنها والى اخره، بتترك انطباع سيء جدا. فبالتالي مهم جدا ان المسابقات تتم بشفافيه عاليه وبمصداقيه عاليه، وهي من الاساليب المهمه حقيقه اللي بتنشط الطلب، خاصة في أوقات انخفاض الطلب. العروض برضو دوت أداة من أدوات تنشيط المبيعات، عبارة عن منح العميل وحدات إضافية من المنتج أو سعر أقل في حالة الشراء بكميات معينة. فهنا النهاردة بتديله، يا إما هيشتري كمية المنتج بتديله وحدات إضافية زيادة، أو لما يشتري بكمية زيادة مثلا بتديله سعر أقل. والكلام دوت احنا بنلاحظه في كثير من المحلات وكثير من المولات والمراكز التجاريه والى اخره. بعد كده في تخفيضات الاسعار، ودوت يعتبر برضو اداه من ادوات تنشيط المبيعات، ويتم تقديم تخفيضات في الاسعار في حال تقديم منتج جديد او تقديم عبوات جديده من منتج او لمواجهه المنافسين يا جماعه. فهنا الموضوع ده برضو مهم جدا، خاصه يا جماعه المنتج لما يكون جديد احنا عايزين ننشط الطلب عليه، فبقى في فرصه ان احنا نخفض الاسعار ونعمل تخفيضات لفتره زمنيه معينه. الهدايا الترويجيه والتذكاريه، ان احنا نقدم هدايا للعملاء قد ترتبط بطبيعه المنتج مثلا او لا ترتبط، ولكن بتبقى عمليه محفزه برضو انه يستمر العميل في الشراء. والعينات يا جماعه، العينات المجانيه احنا بنشوفها في اماكن كتير، واحيانا بنشوفها في محلات السوبر ماركت، انه بيعطوا العميل عينه مجانيه من منتج معين عشان يشجعوا ايه على الشراء. دي كلها بنسميها يا جماعه ادوات تنشيط مبيعات. اذا عندنا في تنشيط مبيعات، قلنا تنشيط مبيعات عباره عن استخدام وسائل وأدوات متعددة لتنشيط الطلب على المنتجات التي تقدمها من شان العملاء المستهدفين. وتكلمنا على أدوات تنشيط المبيعات، قلنا الكوبونات وهي شهادة تعطي العميل الحق
تعطي العميل حق في الحصول على تخفيضات في الاسعار او قيمه نقديه او هديه او عينه مجانيه. وقلنا المسابقات وهي امكانيه اشتراك العميل في مسابقات واستخدام مهاراته في تقديم حل معين لسؤال او مشكله. العروض، منح العميل وحدات اضافيه من المنتج او سعر اقل في حال الشراء بكميات معينه. تخفيضات الاسعار، تقديم تخفيضات في الاسعار في حال تقديم منتج جديد او تقديم عبوات جديده من المنتج او لمواجهه المنافسين. الهدايا الترويجيه والتذكاريه، تقديم هدايا للعملاء تحفزهم على استمرار الشراء. والعينات، اعطاء العملاء المرتقبون عينات مجانيه من المنتج لتشجيع على شرائه. يبقى كده احنا انتهينا من الفصل 17 اللي اتكلمنا عن الترويج. بعد كده يا جماعه بننتقل الى الفصل 18 بيكلمني على التسويق المباشر. التسويق المباشر طبعا اسلوب منتشر يا جماعه بشكل كبير جدا جدا، ومن الاساليب اللي عليها طلب وعليها اقبال عالي جدا. وهنشوف بعد شويه يعني ايه تسويق مباشر وايه المزايا بتاعته. بيقول لي تعريف التسويق المباشر هو نظام للاتصال التفاعلي يتيح استخدام مجموعه من الوسائل غير التقليديه اللي هي البريد المباشر والانترنت. البريد المباشر ان احنا الشركه تبعت للمستهلكين خطابات على عناوينهم يا جماعه وتشجعهم وتحثهم على شراء منتجات معينه وخدمات معينه. والانترنت برضه نفس الكلام، والتي تحقق استجابه ملموسه باقل جهد ممكن ويتيح امكانيه التعرف على ردود افعال المستهلك وتحديد احتياجاته. التسويق المباشر يا جماعه مع تطور التكنولوجيا اصبح في امكانيه التفاعل المباشر السريع مع المستهلك. والتفاعل دوت مش غرضه بس انه يقنع المستهلك بانه يشتري المنتج، لا، ده غرضه كمان انه يخلي المستهلك ياخد خطوه ويبدا يشتري المنتج بالفعل. وهو دوت اللي بيميز يا جماعه التسويق المباشر، دوت فرع او ممارسات ظهرت حديثا طبعا وبقى لها ليها الشغل بتاعها الخاص بيها، وشركات كثيره جدا شغاله على هذا المفهوم اللي هو مفهوم ايه؟ التسويق المباشر. لما تعرفوا الاساليب بتاعه التسويق المباشر هتقدروا تحددوا الطبيعه بتاعته بالظبط. فعندي وسائل التسويق المباشر يا جماعه، عندي البريد، استخدام البريد يا جماعه ان انا ابعت بريد للعملاء المستهلكين او المستهلكين، احسهم على شراء المنتج واعرفهم المنتج واديهم ارقام تليفونات يتصلوا بيها عشان يشتروا المنتج، الفاكس، الانترنت، الكتالوجات. لما ابعت كتالوج النهارده للعمود العميل فيه مواصفات منتج معين او صور منتج او كل ما يلزم، وفي نفس الوقت امكانيه في بيانات خاصه ازاي العميل يطلب المنتجات ديت، البيع بالتليفون، واخدين بالكم ده اتصال بالعميل على التليفون وعرض المنتج وبرضه حثه على اخذ قرار الشراء. المعارض موجوده في كل مكان، معارض عقاريه، معارض سيارات، معارض كذا، في كل مكان المعارد معروفه يا جماعه، معارد المنشات المؤسسات التعليميه بنشوف المعارض في كل مكان. المعرض فيه تفاعل مباشر بيتم بين الشركه وبين المستهلكين يا جماعه، وفي نفس الوقت تلاقي في المعرض فيه امكانيه للشراء بشكل واضح. يعني النهارده المعرض بندخل النهارده على شركه معينه داخل المعرض فبيعرضوا علينا المنتج والاخره، وبيحسك انك تشتري وانت واقف، او انك انت بيدوك بيانات مثلا الشركه وبتتواصل مع الشركه بعد كده عشان ايه تطلب المنتج. ايضا الاسلوب المهم جدا بقى اللي انتم بتشوفوه في كل مكان بقى على شاشات التلفزيون ومنتشر جدا جدا بشكل واضح، هو محطات البيع المباشر على التلفزيون اللي هي القنوات الفضائيه يا جماعه المتخصصه في البيع. دي القنوات انتوا بتشوفوها الاعلانات بتاعتها منتشره بشكل غير طبيعي، منتشره بشكل عالي جدا 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 في على التلفزيون. قنوات فضائيه تجيب منتجات وتعرض منتجات بالصوره وتحط ارقام تليفون لطلب المنتج والاخو، دي بيسموها برضو تسويق مباشر يا جماعه. والرسائل على الجوال برضو اللي بتجي لنا رسائل على الجوال اللي هي بتكلمني على منتج معين وبتقول لك لو انت عايز المنتج اطلب كذا. دايما التسويق المباشر يا جماعه تلاقيه دايما بيطلب من المستهلك ان ياخد رد فعل دايما. يعني النهارده مثلا ممكن تشوف اعلان انت في التلفزيون، اعلان عشان يقنعك بشراء، مجرد اعلان بروموشن عادي، لا، ويبني عندك معرفه خاصه بالمنتج. لكن التسويق المباشر اللي بيفرق فيه ان يبقى فيه مخاطبه واضحه من المعلن او الشركه للمستهلك عشان ياخد فعل معين او ياخد اكشن معين ويتجه لشراء المنتج. وكل الوسائل اللي احنا ذكرناها، البريد والفاكس والانترنت والكتالوجات والبيع بالتليفون والمعارض ومحطات البيع المباشر على التلفزيون والرسائل على الجوال، دي كلها وسائل بتستخدم في التسويق المباشر. بعد كده يا جماعه بنتكلم على
اسباب نمو التسويق المباشر، في ظهور بطاقات الائتمان. طبعا بطاقات الائتمان الفيزا كارد اللي احنا بنستخدمها كان ليها دور اساسي في التسويق المباشر. ليه يا جماعه؟ لان بطاقات الائتمان سهلت عمليه الشراء بسهوله. احنا بندخل دلوقتي على مواقع الاخر بنشتري الحاجه اللي احنا عايزينها من اي مكان في العالم. فدوت كمان قال لي الناس في مختلف انحاء العالم وفي دول العالم بتحمل حوالي 2 بليون بطاقه ائتمان، وبالتالي دوت كان ليه دور اساسي في تشجيع وتنشيط اسلوب التسويق المباشر. طبعا في ظهور مجموعه من الشركات الداعمه والمشجعه لعمليه التسويق المباشر، في شركات يا جماعه شغاله في النشاط دوت، هو عنده يعني ممكن تلاقي شركات متخصصه في التسويق المباشر، عنده فرق تسويق، عنده ادوات تكنولوجيه، عنده كذا عنده كذا، والشركات بتتعاقد معاه عشان يعمل تسويق مباشر للمنتجات بتاعتها. وطبعا الكلام دوت معروف في السوق ومستخدم على نطاق واسع. فظهور الشركات ديت برضه دعم هذا النشاط بشكل كبير. ايضا تغير انماط حياه الناس والرغبه في سرعه تكرار عمليات الشراء يا جماعه، ودوت كان شيء كان امر مهم جدا. ليه بقى؟ لان الناس دلوقتي زي ما احنا شايفين كله نمط الشراء بيختلف، فالناس بدات تطلب يعني عايزه كل حاجه بسرعه يا جماعه، عاوز تشتري كل حاجه بسرعه. فدوت كان تغير واضح في في في, في سلوكيات الناس. فدوت اللي برضه شجع على انتشار هذا الاسلوب. النهارده بتشوف الاعلان بيحط لك مثلا رقم تليفون او تواصل سريع ومباشر مع الشركه عشان تطلب المنتج مباشره، ويجي لك خلال فتره قصيره جدا. ايضا طبعا التطورات التكنولوجيه ما فيش كلام، لان احنا يا جماعه التسويق المباشر يعتمد دائما على وجود قاعده بيانات، دائما يعتمد على وجود قاعده بيانات ضخمه للعملاء. انا النهارده التسويق المباشر الفكره فيه هو ان في اساليب كتير بنستخدمها تتطلب ان اتواصل مباشره من المستهلك بتاعي من خلال الجوال او من خلال الايميل او من خلال الهاتف. فبالتالي دوت لازم يكون عندي قاعده بيانات ضخمه يا جماعه. فحتى مديني مثال هنا شركه اي تي ان تي، طبعا دي شركه من ضمن شركات كثيره جدا 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 عندها قوائم بعشرات الملايين من المستهلكين. وبالتالي يا جماعه شوفوا بتسهل ازاي، دوت فرق كتير جدا وعمل نقله في التسويق غير طبيعيه. وطبعا كمان في نفس الوقت هو خلى المنافسه محتدمه زي ما احنا شايفين، المنافسه محتدمه جدا جدا. ليه بقى؟ اصبح الوصول للمستهلك اصبح مش عمليه صعبه، لا اصبح عمليه متاحه. فبالتالي هنا الشركات كلها بتنافس بعضها عشان توصل للمستهلك باستخدام بقى اساليب التسويق المباشر. كمان زادت هذه القدره وزادت هذه الفعاليه، واصبحت دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي الطوفان من وسائل التسويق المباشر. ولكن يظل دائما هو الاسلوب والمدخل واسلوب الترويج والاعلان واسلوب جذب المستهلك، واسلوب جذب المستهلك انه يبدا ياخد اكشن ورد فعل، كلها الحاجات دي بتحسم المنافسه في المجال دوت. لكن اصبح دلوقتي بالفعل كل ما تستثمر بشكل كبير في انك تبني داتا بيز او قاعده بيانات العملاء المستهدفين بتوعك بتفرق كتير جدا يا جماعه. النهارده ممكن الرساله انت بتبعتها لعشرات الملايين المستهلكين بكليك واحده بس، في ثانيه واحده ممكن تصل لعشرات الملايين المستهلكين. فدوت الطفره الكبيره اللي حصلت في التسويق، مجال التسويق بشكل عام خلال السنوات الاخيره، واصبحت شركات كثيره تعتمد عليه. طبعا يا جماعه في شركات عندها اقسام تسويق مباشر وعندها كادر تسويق قوي وعندها امكانيات متميزه، فهي بتستخدم نفسها بتتبع نفسها زي السوق. في شركات لا بتستعين بامكانيات شركات اخرى متخصصه في في في, في التسويق المباشر. ايه مزايا التسويق المباشر يا جماعه؟ التفاعل المباشر مع العملاء من خلال بناء علاقات شخصيه مباشره معهم ومعرفه احتياجاتهم وردود افعالهم. في تواصل مباشر بيتم من خلال بريد، من خلال ايميل، من خلال هاتف، واخدين من خلال هاتف ثابت، من خلال الجوال الى اخره، حتى من خلال مواقع الانترنت. النهارده بتدخلوا على المواقع يا جماعه وتشوفوا المنتجات وتتفاعلوا مع اصحاب الشركات عشان تشتري، حتى في العقارات، حتى في منتجات كتير جدا. فبيحصل تفاعل مباشر مع المستهلكين، بنبني معاهم علاقات متميزه، بنعرف احتياجاتهم وردود افعالهم، بتبقى مؤثره جدا حقيقه يعني. وبعد كده يا جماعه تسهيل عمليات الشراء والتبادل من خلال امكانيه الرد المباشر طبعا بالبريد والفاكس والانترنت، سهلت عمليه الشراء بشكل كبير. وايضا قال لي كمان احد مزايا التسويق المباشر امكانيه استخدام تجهيزات السوق بطريقه افضل. النهارده ممكن اوجه رسائل، اوجه بريد لفئه معينه من الناس، واوجه بريد اخر بشكل مختلف او مضمون مختلف لفئه اخرى من الناس والى اخره. اصبح في امكانيه لاستخدام التجزئه بشكل فعال. كده يبقى احنا انتهينا من الفصل التاسع عشر. بنبدا احنا دلوقتي نناقش بعض الحالات العمليه يا جماعه في مجال الترويج. عندي حاله عمليه في صفحه 487 بعنوان التميز اساس العمل التسويقي. هنا بيكلمني عن شركه حدل للحاسب الالي.
يبقى الحالة في صفحة 487 في الفصل الخاص بالاتصالات التسويقية والترويج، وبيكلمني على أو الحالة بعنوان التميز أساس العمل التسويقي. بيقول لي شركة ديل للحاسبات الآلية هي إحدى الشركات الحديثة نسبيا في عالم الكمبيوتر، وقد اكتسبت وضع تنافسي مميز في السوق خلال فترة قصيرة، وفي الوقت الذي تنافست فيه شركات الكمبيوتر الكبرى في السوق، وبينما كان السوق يعاني من الكساد، ظلت شركة ديل في إنتاج نحو 3000 جهاز حاسب آلي يوميا، وقد عملت المصانع وقتا إضافيا حتى يمكن الوفاء بأوامر التوريد الصادر لصالحها. فإذا علمت أن شركة ديل قد بدأت العمل في السوق من حوالي 10 سنوات فقط، وأنها تدر دخلا سنويا يبلغ 2 بليون دولار، يجعلك ذلك تتساءل ما هي الأساليب التي استخدمتها هذه الشركة لتظل في هذا الوضع محتلة المقدمة، وما هي الأسس الاستراتيجية التي جعلت الغير يسعى لتقليدها. هنا بيكلمني طبعا على شركة ديل، وازاي كان في وقت من الاوقات كان سوق بيعاني من ركود، وازاي كانت هذه الشركة مستمرة في انتاجها ومستمرة في التسويق بتاعها. وبنعرف السر في ده ايه بالظبط. السر يتمثل في الاستراتيجيات الرئيسية التي طبقتها شركة ديل. الاستراتيجية الاولى هي الارتباط المباشر بالتسويق المستهلك. بيقول لي من اللحظة الاولى قامت شركة ديل بانشاء شبكة متكاملة للبيع بالتجزئة للمستهلك المباشر، واستخدمت البيع المباشر بالبريد لدعم استراتيجيات البيعية. استخدمت هذه الشركة البيع المباشر بالبريد يا جماعة، ودوت طبعا يوضح لي قيمة هذه الوسيلة، وطبعا اللي بتحتاج قواعد بيانات لا شك. وقد تجنبت تماما استخدام الوسطاء، واعتمدت الشركة في ذلك على الإعلان وعلى رقم تول فري 80، وهو رقم الاستدعاء المجاني من أي مكان. كما قامت بزيادة عدد مستقبلي أوامر الشراء من 400 إلى 600 شخص، وزيادة عدد الخطوط التلفونية المخصصة لذلك. هو يا جماعة التسويق المباشر دايما بيحتاج بيستلزم هذه الوسائل. عندك إمكانيات تكنولوجية كويسة جدا، عندك شبكة اتصال قوية بالمستهلكين، عندك قواعد بيانات للمستهلكين. التسويق المباشر واستخدام البريد المباشر واستخدام كل وسائل التواصل المباشر بالمستهلك ما بتتمش لا بتحتاج تكاليف، ولكن التكاليف تعتبر استثمار في بالتأكيد يعني، لكن محتاجة بنية تكنولوجية وبنية اتصال عالية جدا عشان يبقى فيه كفاءة في هذا النشاط، لكن المردود بتاعه طبعا بيبقى عالي جدا. وقد أدى استخدام هذه الاستراتيجية إلى فرض رقابة من شركة ديل على التوزيع، وخفضت تكاليف البيع، وتعتبر شركة ديل الأقل تكلفة، حيث تبلغ نسبة التكلفة للعائد 14% مقارنة بنسبة 24% لشركة أبل، و30% بشركة اي بي ام. واللي بيكلمني عن موضوع التكاليف طبعا. بعد كده بيكلمني على الحصول على مركز مميز في السوق. إضافة إلى استخدام البريد المباشر في عمليات البيع، فقد قامت الشركة بالبيع بسعر أقل خاصة في بداية أعمال الشركة في السوق، مشيئة بشكل واضح، لأن السبب في ذلك هو أن تكلفتها منخفضة من نفسها. وقد خلقت ديل مركزا مميزا بالموازنة بين التكلفة والجودة لمنتجاتها خاصة في أذهان المتعاملين. وقد قدمت الشركة الجودة في شكل التحمل كميزة أساسية، وقد دعمت ذلك بشكل مباشر من خلال التليفون المجاني الخاص بالخدمة وضمان رد المبلغ المدفوع في الجهاز فورا في خلال 30 يوم من الشراء. كان بتضمن ان المستهلك انه ممكن يرد الجهاز خلال 30 يوم من الشراء اذا كان في مشكلة والاخره، وتقديم الخدمة مجانا في مواقع متعددة لدى مجموعة من المؤسسات لمدة عام كامل. واضافة الى ذلك فان العميل اذا طلب الشركة ولم يرد عليه المندوب في ظرف خمس دقائق يتلقى 25 دولار فورا بالبريد. تخيلوا بقى يا جماعه ازاي ان هو العميل اذا طلب اتصل على الشركه وما ردش عليه المندوب في ظرف 5 دقائق يتلقى العميل 25 دولار فورا بالبريد. ماذا قامت به شركه ديل نستفيد منه؟ ان المرونه واحد، ان المرونه مطلوبه بشكل كبير عند الحاجه لاحتلال موقع في السوق، وخاصه مع قوه المنافسين. استخدام سياسه واضحه للغايه وممكنه التطبيق. ان التوقيت عصب عمليه التشكيل، فاستخدام الوقت بشكل تنافسي أعطت الشركة مجموعة مميزاتها المنافسين. والاعتماد في الحصول على مركز مميز ليس بجودة المنتج فقط، بل يمكن أن تتعدد أسس الحصول على مركز مميز. إمكانية تميز السلع بعوامل حاكمة مثل الجودة والشكل والأداء، والتميز في الخدمات المقدمة بعد البيع. طبعا كلها دي الخدمات دي جماعة بعد البيع بتمثل دلوقتي أهمية كبيرة جدا جدا في بناء انطباعات إيجابية عند المستهلك، وبناء علاقات متميزة مع المستهلك، وبناء ولاء المستهلك. خدمات التسليم والتركيب والتدريب العميل والاستشارات، وخدمات الإصلاح والصيانة، خدمات في منتهى الأهمية لا شك في ذلك.
بعد كده يا جماعة بننتقل إلى حالة عملية أخرى بعنوان بيبسي كولا. الحالة موجودة في صفحة 489 وحالة عملية رقم 18-2 بعنوان بيبسي كولا. ركزت شركة، تابعوا معايا الحالة يا جماعة عشان نستفيد منها. ركزت شركة بيبسي كولا وجودها في السوق منذ البداية على تبني مفاهيم تحمل الفكاهة والطعم والشباب، وقد بدأت البيبسي كولا في حملتها التي لم تهدأ مع الكوكا كولا في عام 1930 حربا سعرية. طبعا دايما المنافسة بين بيبسي وبين كوكا كولا يا جماعة معروفة طبعا، فبيقول لي كان في حرب سعرية، وفي الستينات بدأت بيبسي كولا حملتها المشهورة بيبسي جينيريشن، والتي وجهت حملتها الإعلانية حول نمط الحياة موجهة الحملة للشباب. عملت حملة ضخمة جدا موجهة للشباب، وتلاحظوا دايما الشركات دي يا جماعة بتركز على فئة الشباب بشكل واضح يعني حتى في الإعلانات بتاعتها. وقد كانت فلسفة الحملة إيقاف الحديث عن السلع والحديث عن المستهلك حتى يمكن الحصول على مركز مميز في السوق. فقد كانت بيبسي تحاول ليس فقط البحث عن حصة سوقية الماركت شير، ولكن البحث عن قطاع ونصيب في عقول الناس شير ان مايند. شوفوا المفهوم يا جماعة، الماركت شير أو الحصة السوقية احنا ذكرناها قبل كده يا جماعة، قلنا الحصة السوقية عبارة عن ايه؟ عبارة عن مبيعاتك أو مبيعات الشركة مقارنة أو نسبة إلى مبيعات كل الشركات في نفس المنتج في السوق، نضربها في المية طلع لي الحصة السوقية. يعني أنت لو بتبيع بعشرة في المنتج دوت، منتج سين مثلا بتبيع فيه بعشرة ريال، عشرة ريال، المنتجات الأخرى سي بتبيع بمية ريال، الشركات الأخرى بتبيع بمية ريال في نفس المنتج بعشرة، مية في المية يبقى عشرة في المية، بس الحصة السوقية بتاعتك فيها عشرة في المية. قلنا الحصة السوقية في بيانات أنت متوفرة عندك اللي خاصة بالمبيعات بتاعتك، وفي مبيعات المنافسين والشركات بتجيبها من جهات رسمية أحيانا وبتوصل لرقم معين، لكن دي حصة سوقية. فهو بيقول إن الشركة بدل ما تركز على الحصة السوقية ركزت على الحصة في عقل العميل اللي هو شير المايند يا جماعة. هي عايزة تنمي الصورة الذهنية أو توسع مساحة الإدراك الذهني والبوزيشننج والتموضع والعلامة بتاعتها في ذهن المستهلك بشكل أساسي. ونظرا لأن الكوك قد أصبحت لفظا عاما متعارف عليه، فإن علينا أن نبني لفظ البيبسي في الجيل التالي من الشباب. وفي بداية الثمانينات قامت شركة بيبسي بتطوير حملتها السابقة مستخدمة مجموعة من المطربين والمطربات والممثلين والممثلات الذين يرغب الشباب في رؤيتهم، وخاصة مايكل جاكسون، لينا ريتشي، ودون جون، ومايكل فوكس، ورجل كوميديا بيلي كريستال. وانفقت البيبسي نحو 460 مليون دولار على الإعلان. تخيلوا يا جماعة 460 مليون دولار على الإعلان، ميزانية ضخمة جدا جدا جدا. وفي ناس ممكن تتساءل ليه الرقم دوت رقم مهول، ولكن الواقع ان دوت استثمار لا شك. الشركة بتكسب من خلاله مليارات، مليون في المية، خاصة لما نحط في الاعتبار ان الشركة بتخاطب مستهلكين مئات مئات بل مليارات مستهلكين في العالم كله. فبالتالي 460 مليون تعتبر استثمار في هذه الحالة. في عام 1985 قدمت كوكا كولا مشروبها الجديد بطعم جديد، ثم عادت بطريقة ذكية لإنتاج مشروبها القديم بشكله وطعمه كلاسيكي دون أن تلغي المشروب الجديد. وذلك حصلت كوكا كولا على نصيب إضافي من السوق لتظهر بشكل أكبر عن ذي قبل. وقد وجدت بيبسي والتي لديها نوع واحد من الكولا نفسها في مأزق، فلجت الاتباع سياسة الدفع من خلال المطاعم وتجار التجزية بالبيع بأسعار تنافسية. شوفوا يا جماعة ازاي الكلام ده تذكرنا به بالدفع والجذب. احنا لما اتكلمنا بكده على الوسطاء واتكلمنا على استراتيجيات الدفع والجذب، قلنا في حالة الدفع ان احنا بندي للوسيط مزايا اضافية، خصومات اضافية، وبالتالي بنشجعه ان يبيع المنتج بتاعنا. ودوت عشان بيبسي تواجه كوكا كولا حاول تطور منظومتها او استراتيجيتها في التعامل مع تجار التجزئة والمطاعم والمحلات والاخر، عشان دول ليهم دور اساسي في توزيع المنتج بتاعها. فديت لهم خصومات، ديت لهم مزايا اضافية عشان يهتموا بالمنتج بتاعها. ولحسن الحظ فان قطاعات كبيرة في المجتمع الامريكي قد رفضت طعم كوكا كولا الجديدة لتسحبها الشركة من السوق. ايه اللي حصل؟ هو سنة 85 كوكا كولا نزلت منتج جديد، والمنتج دوت كان بنكهة مختلفة يا جماعة، كان بطعم مختلف، وكان طبعا كان احد الازمات اللي واجهت شركة كوكا كولا والازمات المعروفة اللي يتم تدريسها في الكتب والمراجع، الازمة دي بتاعت شركة كوكا كولا. لما نزلوا المنتج دوت هو طبعا كان المفروض هذا المنتج حسب الكلام انه اتعمل له دراسات وافية ولاخره، لكن كان في خلل ما حصل او في مشكلة حصلت او الدراسات ما اتعملتش بشكل كويس او كذا وكذا، او كان في تسرع في طرح المنتج. ان المنتج الناس متعودين يشربوا كوكا كولا بنكهه معينه وبطعم معين، هم نزلوا طعم اخر. طبعا خلوا الطعم القديم موجود لا شك،
لكن هم نزلوا نكهة أخرى وطعم آخر، فبالتالي ما تقبلش المستهلك هذا المنتج الجديد، وكان طبعا كلف الشركة عشرات الملايين ومبالغ ضخمة جدا، طبعا مئات الملايين يمكن، مبالغ ضخمة جدا، واضطرت الشركة إنها تسحب المنتج من السوق. دوت يا جماعة احنا بنسميه الأزمة التسويقية. إيه الأزمة التسويقية؟ إن في خلل معين في المنتج أو في التسعير أو في التوزيع أو في الطريق أو أي كان، أي عنصر من عناصر التسويق مثلا أو عناصر معينة، الخلل دوت يؤدي إلى تدهور الطلب على المنتج. وخدنا بكده الأزمة دي واجهتها شركة ماكدونالدز لما انخفض الطلب على المنتجات أو المطاعم الوجبات السريعة عشان عملية الدهون والنواحي الصحية، وشفنا إزاي شركة ماكدونالدز قدرت تواجه هذه الأزمة بشكل أو بآخر. برضه شركة كوكولا تعرضت لهذه الأزمة وكانت أزمة عنيفة جدا جدا. فطبعا بيقول لي ان من حسن حظ شركه بيبسي، بيبسي كانت بتحاول تبني يا جماعه من خلال الاعلانات بتاعتها، بتركز على الشباب، بتبني صوره ذهنيه متميزه، صرفت كتير جدا على بروموشن، فكانت بتحاول تعمل ولا شك ان احنا اتصور ان شركه بيبسي خلال السنوات الاخيره برضو كان يعني خدت نصيب او حصه سوقيه عاليه جدا. بيقول لي بدا من سنة 1960 بدأت بقى بيبسي تنافس كوكاكولا. يعني في الأول كانت يا جماعة الأساس أو البداية كان شركة كوكاكولا يا جماعة، بداية كان شركة كوكاكولا، لكن بعد كده لما طلعت شركة بيبسي وعملت شغل بقى والآخر لغاية ما إيه حصلت على حصة سوقية عالية من شركة كوكاكولا. ودوت بيبرز يا جماعة أهمية البروموشن، وبيبرز برضو أهمية إنك أنت بتستغل كمان سقطات المنافسين أحيانا. فدوت الفترة اللي كان شركة كوكاكولا وجدت فيها مأزق المنتج الجديد اللي نزلته، استطاعت شركة بيبسي انها تستغل هذه الفرصة وتطور في منتجاتها وتطور في حملات الدعاية والإعلان بتاعتها وتكتسب حصة سوقية مرتفعة. أيضا في صفحة 512 يا جماعة، حالة عملية رقم 19-1، حالة عملية رقم 19-1 بعنوان إعلان يحقق 75% من المستهدف في أول 100 يوم لتقديمه. إعلان يحقق 75% من المستهدف في أول 100 يوم لتقديمه. حالة عملية رقم 19-1. بتقول الحالة العملية دي، بيقول لي خططت شركة أبل في عام 1983 لتقديم خط إنتاجها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ماكنتوش، معروفة طبعا الحاجات دي أو المنتجات دي، وصممت الحملة بغرض التغلب على منافسها أي بي إم وإنتاجها السابق فيزا أو فيزا والذي لم يكن إنتاجا ناجحا. طيب صممت استراتيجية أبل التسويقية لتقديم ماكنتوش لأن يكون حدث رئيسي وبالشكل الذي يمكن أن يخلق تأييد فوري لمنتج جديد. حدث رئيسي يا جماعة، لما تيجي الشركات تنزل منتج جديد يا جماعة بتعمل بروباجندا ودعاية بروموشن عالي جدا، وكأن هذا نزول هذا المنتج للسوق هو حدث كبير يجب أن نحتفل به الناس. فبطريقة تصميم البروموشن بيتم وكثافة البروموشن اللي بتتم بتودي الى ذلك بشكل كبير جدا، وتدي الى لفت الانتباه. احنا قلنا يا جماعه دايما بروموشن طبعا بيحتاج احيانا ازاي لفت الانتباه، فتبقى حملات ترويجيه ضخمه جدا متكامله بيستخدموا وسائل متعدده في الترويج فيها. وقد اعطت وكاله اعلان شايت دي الفكره الابداعيه لانتاج اعلان درامي مبني على مفهوم مستوحى من قصه شهيره. طبعا يا جماعه الشركات عاده لما تيجي تصمم اعلان كام ده احنا ذكرناه قبل كده، بتلجا لوكالات متخصصه في الدعايه والاعلان. يعني الشركات عادة عندها قسم تسويق وقسم تسويق بيمارس أنشطة تسويقية مختلفة، ولكن في شركات لما نتكلم مثلا عن نشاط بحوث التسويق، في شركات بتمارس نشاط بحوث التسويق بالفعل وعندها أقسام بحوث التسويق، وفي شركات أخرى لا كثيرة جدا بتلجأ لخدمات شركات أو مكاتب أو مراكز متخصصة في بحوث التسويق. وبرضه بالنسبة للإعلان طبعا شركات كثيرة ما عندهاش وكالات، ما عندهمش وكالات دعاية متخصصة في الإعلان اللي بتبقى فيها تكاليف عالية وهو مش كل يوم بينزل إعلان تلفزيوني ولا كذا ولا كذا، فبيلجأ لشركات متخصصة، شركات بتبقى متميزة في مجال الإعلان وعندها مبدعين وعندها أفكار إبداعية، وفي شركات عالمية معروفة في هذا المجال، وفي شركات إقليمية ومحلية معروفة. والشركات اللي بنشوفها في التلفزيون دايما نشوف في اللقطة الأخيرة للإعلان بيجيب لنا اسم الشركة اللي صممت الإعلان دوت. عندنا شركة طارق نور، وعندنا يعتبر من الشركات الإعلانية كبيرة، وعندنا شركة سينرجي، وفي شركات متعددة في مجال الإعلان. فوكالة الإعلان ديت اللي تعاقدت معها شركة أبل قدمت فكرة إبداعية لإنتاج إعلان درامي مبني على مفهوم مستوحى من قصة شهيرة اسمها بيج براذر لكاتب جورج أويل، ودوت كاتب معروف طبعا، سنة 1984.
حيث استخدام الإعلان مشاهد استخدام الإعلان مشاهد مشاهد قوية مشاهد قوية من قصة لامرأة شابة تلقي بمطرقة في شاشة عرض لتدمير القوة الحاكمة التي تتفوق على عقول الناس. وقد أنفق على الإعلان أكثر من 500,000 دولار عام 1984. وصور الإعلان في لندن وعهد بتصميم من المصمم الشهير ريدلي سكوت، وتكون فريق العمل من أكثر من 200 شخص. طبعا الإعلان كان في قصة معروفة، كان روائي معروف كان ألفها، والقصة كان فيها بتحكي يعني أحداث معينة، فبالتالي هو كان استخدم يعني إيحاءات من هذه القصة وهذه يا جماعة، وعمل مشهد معين عبارة عن واحدة بتلقي بمطرقة، سيدة تلقي بمطرقة في شاشة على شاشة لتدمير القوة الحاكمة. هي كان الإعلان بيبرز المنتج بتاع دل والتميز بتاعه والقوة بتاعته والآخر. وعند عرض الإعلان لأول مرة في اجتماع البيع السنوي لأبل في أكتوبر 1984، كان هناك صمت مطبق تبعته 15 دقيقة من التصفيق الحماسي، وكانت أبل جاهزة لعرض 60 ثانية من الإعلان على مرتين خلال 1984، والذي تكلف 500,000 دولار لكل واحدة. نشوف بس الإعلانات مكلفة إزاي يا جماعة، إعلان تلفزيوني طبعا مكلف جدا، فهم يعني نزلوه مرتين ومتكلفة 500,000 دولار. عرض سوبر بول دوت عرض اللي قدموه الإعلان بتاعهم يعني، كانت هي المرة الوحيدة التي ظهر فيها الإعلان على شبكة العمل التلفزيونية، وكان تأثير الإعلان رائع حيث كان محور الانتباه في وسائل الإعلام وحديث صناعة التسويق والإعلان. وحققت أبل مبيعات 50,000 كمبيوتر في 100 يوم الأولى، وكانت المبيعات الفعلية 72,000 وحدة. إذن في 100 يوم الأولى أو في خلال 3 شهور يا جماعة كانت المبيعات وصلت 50,000 كمبيوتر أو 72,000 كمبيوتر. وبالتالي كان إعلان فعال، ودوت بيبين يا جماعة فعالية الإعلان وتميزه. وخلال فترة 1984 كانت فترة إذاعة الإعلان هي حديث المعلنين على الإطلاق، وفي عام 1990 اختارته شركة ادفرتايزنج ايج، دي شركة بتقيم الإعلانات يعني، كإعلان العصر، وأطلقت اسمه كانت العصر على شايد داي. وبعد إذاعة الإعلان ب10 سنوات ما زال يلقى نجاحا كبيرا. ففي يناير 1994 نشرت ادفرتايزنج ايج قصة تقول أن إعلان ماكنتوش قد غير طبيعة الإعلان للأبد، فقد حولت السوبر بول من محطة رياضية عادية إلى حدث إعلاني متقدم. طبعا دوت يا جماعة بيبرز إزاي الإعلان لما يكون إعلان متميز إزاي بيسمع يا جماعة، وقد يظل تأثيره سنوات طويلة. ودوت يا جماعة بيبرز أهمية الإبداع يا جماعة، أهمية الإبداع، الإبداع مهم جدا في مجال الإعلان، الإبداع في منتهى الأهمية في مجال الإعلان. وبالتالي دوت يا جماعة اللي بيفرق إعلان عن إعلان آخر. بالتالي طبعا الشركات الكبيرة عادة عندها قدرة إنها توصل لأفكار إبداعية، بتتعامل مع وكالات دعاية متميزة محترفة عندها أفكار كثيرة عندها كذا كذا، لكن في كل الأحوال تصميم الإعلان دائما يستدعي يا جماعة، يستدعي الوصول لأفكار متميزة، خاصة في ظل الكثافة في الإعلان والكثافة في الترويج والرسائل الإعلانية والترويجية التي تصل للمستهلك بشكل غير طبيعي بشكل عالي جدا جدا وشكل مكثف. يستلزم إن احنا نبحث إزاي كيف نميز الإعلان بتاعنا عن إعلانات أخرى. فدوت كان بيديني الحالة ديت، كان بتقول لي على بتديني نموذج الإعلان، وإحنا نستطيع نتذكر مع بعض كلنا تتذكروا يمكن أو تشوفوا إعلانات كتيرة جدا، في إعلانات ظلت في الذهن لا شك، وفي إعلانات أثرت في المستهلك، في إعلان يظل المستهلك فاكرها حتى لو من عشرات السنين. أنا أذكر إن إحنا في إعلانات نذكرها من وإحنا كنا أطفال صغيرين يعني. فبالتالي دوت يا جماعة بتميز الإعلان، بتميز الإعلان بشكل كبير جدا. وبحتاج إن عشان أوصل لفكرة متميزة في الإعلان يا جماعة لازم أوسع مداركي. أنا النهاردة كمعلن أو كشركة حتى بتصمم إعلان، ازاي يبقى في مدارك واسعه، فهم واسع. النهارده روايه، مجرد روايه مشهوره فيها مشهد معين، فيها حدث معين، فيها قصه معينه، ازاي بنستخدمها ونسقطها على شكل اعلاني وتصميم اعلاني، وبالتالي بيعمل وقص على ذلك اشياء كثيره جدا يا جماعه. زي ما قلنا الابداع لا يتوقف ابدا، وافكار الابداع كثيره جدا جدا جدا، بس الفكره دائما يكون ازاي يكون في اليه في الابداع. طبعا شركات الدعايه والاعلان يا جماعه عندها فئه من الموظفين بيسموهم فئه صناع الافكار الابداعيه، دول ناس مهمتهم قاعدين في الشركه، والكلام ده يمكن ذكرناه قبل كده، قاعدين في الشركه موجودين في الشركه لسبب واحد بس، ان هم يبدعوا افكار فقط، يصنعوا افكار الاعلان. فالنهارده تيجي شركات مثلا بتطلب الاعلان عن منتج معين، طبعا شركات الدعايه والاعلان المحترفه الشركات الكبيره عندها منهجيه او ميثودولوجي في تصميم الاعلان، فالنهارده بتعرف الاحتياجات كويس جدا، تعرف المنتج كويس جدا، تعرف الفئة المستهدفة كويس جدا جدا، عندها معلومات كاملة.
وبتبدأ بقى تفكر ازاي هتوصل الرسالة، وازاي هتصمم الرسالة، وازاي هتوصلها للمستهلك، وازاي هتوصلها بشكل جذاب. وبيبقى احيانا بيبقى في بدائل كتيرة جدا يا جماعة، بدائل متعددة في هذا المجال، وبتبدأ الشركة تختار البديل الافضل. وممكن تعمل تيست كمان للاعلان بحيث يتم اختيار الاعلان اللي هو عنده قدرة على التأثير في المستهلك. وطبعا كمان الشركات بتعمل ايه يا جماعة، بعد ما تنزل البروموشن بيبقى في قياس مستمر لتأثير البروموشن على المبيعات. فبالتالي دوت كمان في دراسات مستمرة بتعمل عشان نقيم هل الإعلان جاب تأثير ولا ما جابش تأثير، وبيبقى بالأرقام ومحددة، وبتدي تصور هل الإعلان كان فعال أو لم يكن فعالا. دوت طبعا بيدي في إمكانية للشركات إنها تطور البروموشن بتاعها، وإذا كان في خلل تحاول تعالجه بشكل أو بآخر. عندنا يا جماعة في جدول صفحة 478، في جدول صفحة 478 بعنوان خصائص العناصر الرئيسية في المزيج الترويجي، هو جايب لي هنا عدة عناصر ترويجية وبيحاول يقارن بينهم في عناصر معينة، يقارن بينهم فيما يتعلق بطريقة الاتصال ومدى الانتظام والمرونة والمعلومات المرتدة والرقابة على المحتويات والتكلفة للشخص. فدوت برضو ممكن بيدينا فكرة برضو. فلما نشوف مثلا على سبيل المثال حاطط لي هو وسائل الترويج، او احنا طبعا ما خدناش يا جماعه، خلي بالكم احنا ما خدناش كل عناصر الترويج، خدنا اهم هذه العناصر، خدنا البيع الشخصي وخدنا الاعلان زي ما مكتوب في الجدول هنا، وخدنا طبعا التسويق المباشر دوت خدناه في فصل لوحده، وخدنا تنشيط المبيعات طبعا، وما خدناش احنا هنا النشر، وما خدناش العلاقات العامه. النشر هو يا جماعه اللي هو يتعلق بنشر اخبار عن الشركه في الصحف والمجلات، وبأحيان بيبقى غير مدفوع ومن الوسائل المهمه يعني. والعلاقات العامه اللي بناء علاقات بشكل عام مع المستهلكين. فهنا النهارده مثلا في الجدول دوت، لما نشوف يا جماعه جدول صفحه 478 او جدول رقم 18-1، جدول رقم 18-1 خصائص العناصر الرئيسيه في المزيج الترويجي، فبيقول لي مثلا النهارده طريقه الاتصال مثلا في البيع الشخصي بتبقى وجها لوجه، دايما البيع الشخصي بيبقى فيه تواصل مباشر مع المستهلك يا جماعه. وطبعا دوت اللي بيدي ميزه للبيع الشخصي بيبقى فيه طبعا، بس البيع الشخصي زي ما ذكرنا بيحتاج احترافيه من البياع، ويحتاج ان البياع عنده امكانيات متميزه، سواء من ناحيه القدره على التواصل، القدره على الاقناع، القدره على مواجهه الاعتراضات. ودينا فكره او نبذه كانت بسيطه على موضوع المهارات البياع الحديث دلوقتي. وطبعا الناس بتدرس لاحقا مناهج في المبيعات بتتعرف على كثير فيما يتعلق بالبيع واساليب البيع واستراتيجيات البيع، سواء ما قبل البيع او اثناء البيع او ما بعد البيع، في حاجات كثير جدا وفي اليات وفي تدريب متميز في هذا المجال. الاعلان طبعا لما نقارن من حيث الاتصال فهو غير مباشر، يبقى لما بيقارن في العنصر الاول يا جماعه بيقول لي طريقه الاتصال في البيع الشخصي وجها لوجه بشكل مباشر. الاعلان بيبقى غير مباشر، ما فيش كلام، لان احنا بنشوف الاعلان على التلفزيون او الاعلان في الجريده والمجله، ما بنشوفش المعلن يا جماعه، وما بنشوفش حد يمثله حتى، ولكن بنشوف اعلان بيتكلم عن المنتج بتاعه. طبعا التسويق المباشر دوت فيه اتصال مباشر بالمستهلكين لا شك، وبيستخدم ادوات مبتكره ومتطوره في التواصل مع المستهلكين. النشر طبعا غير مباشر، وتنشيط المبيعات طبعا بيتم بشكل غير مباشر طبعا، وبيقدم خصومات والى اخره. وفي العلاقات العامه برضو فيها مباشر فيها غير مباشر، احيانا بيبقى في العلاقات العامه نحن نعمل ندوات مؤتمرات امسيات الى اخره، بيتم من خلال التفاعل المباشر مع العملاء، او احيانا بيتم التفاعل عن بعد او بشكل غير مباشر. بيكلمني هنا طبعا على مدى الانتظام، البيع الشخصي منتظم، الاعلان منتظم، منتظم غايه الانتظام، استمراريه الجهود وانتظامها يعني يا جماعه. لكن بيقول لي تنشيط المبيعات بيتم في وقت معين، يعني الوسائل الاخرى البيع الشخصي والاعلان والتسويق المباشر ماشي يا جماعه، دوت بيتم بشكل منظم في استراتيجيه واضحه وفي يعني فوقات مستمره تكاد تكون مستمره. اما تنشيط المبيعات يا جماعه بيتم في اوقات معينه، تخفيضات الاوكازيونات هتلاقوا بتتم في مواسم بينخفض فيها الطلب، او في مواسم مثلا المستهلك بيبدا فيها ينفق فيها بشكل واضح. النهارده واحنا داخلين على المدارس في الصيف، في مواسم معينه، في شهر رمضان المبارك، قبل شهر رمضان المبارك، في الاعياد الى اخره، فبيبقى في اوقات معينه. بيكلمني برضو في الجدول دوت يا جماعه على المعلومات المرتده، بيقول لي ان البيع الشخصي فيه معلومات مرتده. معلومات مرتده يعني ايه يا جماعه؟ يعني اللي هو الفيدباك او التغذيه العكسيه او التغذيه المرتده، اللي هي رد فعل المستهلك. فبالتالي النهارده البياع الشخصي لما بيبيع للمستهلك يستطيع انه يعرف رد فعله المستهلك بشكل مباشر، يساله، يعرف حتى هو معترض ليه، يركز على اشياء معينه، يعرف احتياجاته الى اخره. الاعلان طبعا ما فيهوش يا جماعه المعلومه المرتده ديت. الاعلان اللي بتشوفوه في التلفزيون دوت، انت بتقعد قدام شاشه التلفزيون
بتشوف الاعلان ما فيش فيدباك، المعلن او اللي ما بيعرفش الفيدباك بتاعك. واضحه دي يا جماعه؟ التسويق المباشر طبعا فيه فيدباك، ودوت لما التسويق المباشر يا جماعه يفرق فيه ان انا بتواصل مباشره مع المستهلك من خلال ايميل او بريد او رساله جوال، او حتى من خلال محطات معينه في التلفزيون زي ما قلنا، ومن خلال مواقع معينه على الانترنت، فيبقى في تفاعل مباشر، فيبقى في تغذيه مرتده، في معلومات بترجع لي، هل المستهلك في استجابه ما فيش استجابه، في تساؤلات، في كذا في كذا، ده كله بيبان معايا. طبعا في النشر برده ما فيش فيدباك او ما فيش تغذيه مرتده، وبرده في تنشيط مبيعات ما بيبقاش في تغذيه مرتده واضحه في ساعتها يعني. يعني النهارده انا بأعلن عن الخصومات ما بيبقاش واضح الفيدباك ساعتها، لكن بتضح بعد كده لاحقا. العلاقات العامه لو اتعملت بشكل مباشر، عملنا مثلا ندوه او مؤتمر او عرض منتج معين قدام الناس والناس موجوده، فبالتالي ممكن يبقى في فيدباك برده. بيكلمني على التكاليف، طبعا تكاليف البيع الشخصي بيقول لي بتبقى عاليه شويه، طبعا على اساس ان يا جماعه اللي يقصد بيه التكاليف عاليه للشخص او التكلفه للشخص يا جماعه تكلفه العميل. يعني النهارده لما البياع مثلا بيقابل كام عميل، فتلاقي عشان نعمل عدد من الزيارات محتاجين عدد كبير من رجال البيع، فبالتالي التكلفه بتبقى عاليه بالنسبه للشخص، بالنسبه للعميل لو حسبناها بالنسبه للعميل. يعني تكلفه الاعلان بالنسبه للشخص الواحد النهارده ممكن الاعلان يا جماعه بيكلفنا كتير، اعلان التلفزيون مثلا بيكلفنا كتير، لكن لما تيجي تقسم تكلفه الاعلان دوت على عدد الاشخاص اللي وصل لهم الاعلان، فالنهارده مثلا الاعلان بيصل الى مئات الملايين المستهلكين، عشرات الملايين المستهلكين النهارده، فتلاقي تكلفة العميل الواحد من الإعلان دوت بتبقى أقل بالنسبة مقارنة بالبيع الشخصي. دايما البيع الشخصي بتكلفته طبعا عالية، لكن الإعلان في التلفزيون تكلفته عالية في المجمل يا جماعة، لكن لما تقيسه على تكلفة الشخص الواحد بس هتلاقي التكلفة بتقل. التسويق المباشر منخفض في بعض الوسائل، مرتفع في بعض الوسائل. النشر طبعا ما فيهوش تكلفة يا جماعة، النشر إن إيه؟ إن المجلات أو الصحف تنشر خبر معين عن الشركة، وأحيانا الشركة ما بتحملش حاجة في الموضوع دوت، ففي حدث معين، في اثناء معين، اطراء معين على الشركه، مدح معين في الشركه، الشركه قدمت منتج جديد، الشركه عملت كذا كذا، احيانا كتير بينشر عن الشركه بشكل ما فيهوش تكاليف يعني. وان كان طبعا عاده الصحف بتحاول تاخد من الشركات التكلفه، حتى لو بتنشر خبر بسيط عن الشركه بتحاول انها تاخد منهم من تكلفه. بالنسبه للعلاقات العامه بتختلف حسب نوعيه العملاء يا جماعه، ودوت بشكل عام عناصر الترويج. طبعا احنا قلنا ذكرنا كمان في الترويج بروموشن يا جماعه ان المفهوم الحديث في الترويج اللي هو سميناه احنا ايه؟ الاتصالات التسويقيه المتكامله. الاتصالات التسويقيه المتكامله، ايه الاتصالات التسويقيه المتكامله؟ قلنا ان في عندنا عدد متعدد او عدد متنوع من وسائل الاتصال التسويقي، البروموشن، الاعلان، النشر، العلاقات العامه، ترويج المبيعات، تنشيط مبيعات، البيع الشخصي، استخدام الانترنت، وسائل متعدده. الاتصالات التسويقيه المتكامله تسعى لاحداث تكامل بين هذه الوسائل. ما بقاش ان احنا كل بنستخدم كل وسيله على حده، لا بتبقى في تكامل. النهارده كمان يا جماعه التكامل بيجي ازاي؟ انت النهارده مثلا في الاول بتعمل مؤتمر او العلاقات العامه مثلا بتعمل مؤتمر عشان تبدا تدشن لنشاط معين، مثلا تعمل عمليه تدشين لنشاط معين ويتم الاعلان عن المؤتمر. بعد المؤتمر ما يتعمل مثلا نبدا نشوف اعلانات في التلفزيون مثلا، اعلانات في الصحافه مثلا، او نبدا نشوف مثلا حوارات مع اصحاب الشركه ومديرين الشركه خاصه بالمنتج. نبدا بعد كده نشوف اعلانات تلفزيون، نبدا نشوف اعلانات صحف، وهكذا. تبقى ماشي العمليه بشكل متكامل وبشكل مخطط يا جماعه، وفي كل مرحله مثلا في هدف معين بتحقق. ماشي يا جماعه؟ النهارده في الاول انا بحاول ابني وعي بالمنتج، خاصه لما يكون يا جماعه المنتج بتاعي جديد، وبالتالي والمرحله الثانيه بحاول ازود قناعه المستهلك بالمنتج، وهكذا. المهم ان مفهوم الاتصالات التسويقيه المتكامله هو المفهوم المتطور للترويج. يعني دوت عايزين نعرفه احنا، ان عنصر الترويج احنا قلنا في منتج يا جماعه، في تسعير، في توزيع، في ترويج. عنصر الترويج المفهوم الحديث ليه دلوقتي بقى لنا سنوات طبعا بيسموه الاتصالات التسويقيه المتكامله. ايه هدفها؟ ان يبقى في تكامل ما بين الاتصالات. طب ايه الهدف ده كله ليه؟ عشان يا جماعه يبقى في زياده فعاليه للكوميونيكيشن، التواصل مع المستهلكين. زي ما قلنا يا جماعه الترويج ايه المشكله اللي فيه؟ ان التحدي فيه عالي جدا والمنافسه فيه قويه جدا جدا يا جماعه، واحنا متفقين ان الشركه بتنافس في المنتج وبتنافس في السعر وبتنافس في التوزيع وبتنافس في الترويج يا جماعه. فالنهارده كل واحد بيحاول يوصل الرساله بتاعت المستهلك، استخدام طرق مختلفه ومتنوعه وكذا وكذا، فده كله محتاج اصبح يتطلب يا جماعه لازم يبقى في رؤيه كامله للنشاط الترويجي، ما يتمش بشكل عشوائي. ودوت طبعا بيتم في مؤسسات كثيره متوسطه واقل متوسطه ومؤسسات صغيره، تلاقي بيتم النشاط بشكل عشوائي جدا. يعني هو البروشور بيتم
بيتحط هنا مش عارف حاجات بسيطة جدا كده، لكن ما بيتمش يعمل بشكل مخطط ومتكامل. فهنا بتفرق كتير جدا. فعشان كده يا جماعة تلاقي في أنشطة الترويج بتبقى فعالة جدا، تتكامل مع بعضها، مخطط ليها بشكل كويس، تجيب مردود كويس جدا. وفي أحيانا ممكن نصرف على الترويج ما يجيبش، زي النهاردة الشركات ممكن تخاطب أو مؤسسات ممكن تخاطب عدد كبير من المستهلكين، تعمل بروشورات، تعمل كذا تعمل كذا، ولكن الواقع بيقول لي يا جماعة إن العملاء المستهدفين بتوعها مش كل الناس اللي وصلتهم دول. يعني هي صرفت كتير وأنفقت، لكن مش كل الناس اللي وصل لهم هم دول يعتبروا التارجت بتاعها أو العملاء بتوعها. فدوت يا جماعة يعتبر أمر مهم جدا جدا، فدوت أحد المفاهيم الحديثة في موضوع البروموشن والترويج. وزي ما ذكرنا دايما يا جماعة، يظل موضوع الإبداع نقطة هامة جدا في مجال التسويق، في مجال البروموشن بشكل عام. ويظل موضوع دراسة المستهلك ومعرفة احتياجاته ومعرفة خصائصه مهم جدا. وزي ما قلنا قبل كده، أنا النهاردة لما أنزل إعلان بروموشن لطالب، غير لما أنزل إعلان للموظف، غير لما أنزل إعلان لراجل، غير لما أنزل إعلان لسيدة، غير لما أنزل إعلان لطفل، كل دوت بيختلف من يوم في النية، بيختلف المنتج نفسه وطبيعة المنتج وطبيعة الخدمة وطبيعة الخدمة، أشياء كتيرة جدا تحط في الاعتبار. المهم في كل الأحوال يا جماعة اللي عايزين نوصل له ان لازم يكون في استراتيجيه واضحه. وعشان كده احنا سميناها في عناصر المزيج التسويقي، سميناها يا جماعه، سميناها استراتيجيه الترويج. استراتيجيه الترويج اللي ايه؟ استراتيجيه متكامله بتتم هدفها في الاخر نوصل وصول فعال للمستهلك. فبالتالي يا جماعه العنصر الترويج دوت يعني مجال ثري جدا، مجال ثري بالابداع وثري بالافكار، وحتى كمان يا جماعه ثري بالوظائف. احيانا في مؤسسات كتير دلوقتي شغاله شغلها كله بيزنس على مجال الترويج. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون استفدنا من هذا الموضوع، وبنكمله طبعا في الفصل اللي بعده، الفصل 19. والفصل دوت احنا اتكلمنا على التسويق من خلال الانترنت، وطبعا كلنا بندرك اهميه التسويق عبر الانترنت، وحاليا الاقبال الكبير على التسويق عبر الانترنت. فبالتالي ان شاء الله بتكتمل معانا المنظومه الكامله بقى للماده كده. احنا اخذنا منتج، خدنا تسعير، خدنا توزيع، واخدنا ترويج. وان شاء الله دايما نحاول نطور معرفتنا ومهاراتنا في مجال التسويق. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.